بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا فاس نيوز على هذه التغطية واللي عهدنا فيها دائما مواكبة بحال هذه الوقفات وبحال هذه التظاهرات. احنا هذه الوقفة هذه جات بعد الضغوطات اللي تتمارسها علينا وزارة الداخلية اللي مازال يعني مستمرة في الدعوة اللي أقامتها ضد مستثمرين على أراضي سلالية، رغم أن صاحب الجلالة نصره الله وإياده نادى بحل لهذا الملف، إلا أننا تنشوفوا وزارة الداخلية في مديرية الشؤون القروية مصرة على إقصاء المستثمرين على الأراضي السلالية. يعني هذه المشاريع اللي أقامها هاد المستثمرين ومنهم واحد العدد ديال الجالية، ما هو المصير ديالها؟ ولمن غيعطيو هاد الاستثمارات؟ يعني إذا كان سيدنا صاحب الجلالة نصر الله قد نادى بالمغرب الأخضر، حنا مساهمين في المغرب الأخضر، نادى صاحب الجلالة بالطبقة الوسطى، حنا من الطبقة الوسطى وحنا محافظين على الطبقة الوسطى، حنا مساهمين في الطبقة الوسطى، يعني كنا دائما سباقين ويعني ودائما في جميع اللقاءات ديالنا وجميع هذا حنا تنقولوا وراء صاحب الجلالة نصره وإياده، دائما تنتبعوا الخطوات ديال صاحب الجلالة وبغينا هو اللي ينصفنا في هذا الملف الشائك ديالنا، وشكرا.